وصل إلى مطار القاهرة الدولي عدد من النشطاء من مختلف دول العالم لمغادرة البلاد بعد انتهاء مشاركتهم في مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. وتفاعل المسافرون مع فرق الموسيقى الموجودة بصلاة سفر مطار القاهرة، كما قامت فرق العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على المسافرين. شرم الشيخ is a beautiful city. شرم الشيخ مدينة جميلة ورائعة. استمتعت كثيرا بالمشاركة في فعالية مؤتمر المناخ، وكانت هناك ورش عمل عديدة وجلسات شيقة ومهمة جدا. عندما أتيت إلى مدينة شرم الشيخ اكتشفت بها أماكن رائعة وحديثة، والخدمات السياحية بمصر رائعة من طيران ومطار وفنادق مجهزة. But I must say the service in the hotel could have been better. My impression of Sharm el-Sheikh and COP 27. انطباعي عن شرم الشيخ أنها مدينة جميلة بها أماكن رائعة والثقافة المصرية جميلة، وكانت مشاركتي بمؤتمر المناخ جيدة، واستمتعت كثيرا بالجلسات والفعاليات المتنوعة. المشاركة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ كانت قوية ومهمة للأجيال القادمة، وأتمنى تنفيذ جميع المقترحات والتوصيات، وبالطبع كان تنظيم الفعاليات والجلسات جيد. كنت في شرم الشيخ خلال أسبوع للمشاركة في مؤتمر المناخ، وأهم ما في مشاركتي أنها مليئة بالجلسات والعمل المستمر، وهو عمل من أجل التواصل المجتمعي للحفاظ على البيئة والتعاون الدائم مع كافة دول العالم. Pavilions were